برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. إحنا بنتكلم على ملف مهم جدا، هو حياة لكل المصريين، إزاي إن إحنا فعلا نستفيد. فأنا وأنا بناقش هذا الملف دايما بقول إن المواطن عليه دور، المواطن لازم يكون عنده وعي بأهمية كل قطرة مياه. مظاهر كتير جدا مش عايز أذكرها بالتفصيل لأني أنا حتى أخجل إني أذكرها وإحنا بنتعامل مع المياه، من إهدار، من تلوث. فده في قوانين بتحكمه الآن، وفي نفس الوقت أنا بقول لازم نرجع للضمير وللأخلاق علشان نحافظ على نعمة ربنا سبحانه وتعالى. أنا معايا المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك. بشكرك، كل عام وحضرتك طيب. قانون الموارد المائية والري الجديد هو قانون هام جدا، يا ريت تشرح لي هذا القانون والهدف منه ومتى سيتم العمل به. طيب اسمح لي بس يا فندم اوضح ان احنا في وزارة الموارد المائية والري المفروض نكون شغالين بالقانون اللي هو رقم 12 لسنة 84، والقانون ده بيرجع تاريخ القرار ل 35 سنة، بالتأكيد كان في بعض المتغيرات والتحديات اللي طرقت علينا، وكمان في طفرة كبيرة جدا من الزيادة في ثبات المواد المائية خصوصا ومحدوديتها في ظل الاحتياجات المتزايدة، وده كان بيتطلب قانون معدل أو قانون جديد يتم من خلاله يعني مراعاة الكثير جدا من الاعتبارات اللي جدت علينا وتيسير الإجراءات اللازمة في التعامل مع المنتفعين أو المواد المائية أو الممتلكات الموجودة وغيرها، وخصوصا كمان إن في ظل المدرة المائية اللي احنا بنتعامل بيها او عايشينها الفتره دي. وعايزين نؤكد كمان ده ان في مستجد علينا مهم جدا خاص بتناقص حصه الفرد، وحضرتك عارف ان حصتنا او نصيب الفرد حاليا تخطى خط الفقر المائي، واصبح نصيب الفرد حوالي 570 متر مكعب في السنه، وده اقل من معدل الفقر المائي العالمي، وكان مهم جدا ان القانون ده يحافظ على كثير من الحقوق. متوسط المعدل العالمي كام يا فندم؟ 1000 متر مكعب في السنة يا فندم. كام؟ ده المعدل 1000 متر مكعب في السنة. 1000 متر مكعب في السنة، احنا 570 متر مكعب للفرد دلوقتي. 570 580، وعلى فكرة ده يعتبر أقل من عشر نصيب الفرد في مثلا سنة 1870، كان عدد سكان مصر حوالي 10 مليون، النهاردة بنتكلم في 100 وكسر أو 105 مليون، فبالتالي أقل من العشر في ظل المحدودية أو الموارد زي ما هي ثابتة، ويمكن ده من أهم التحديات اللي احنا دايما بنتكلم عليها. أيوه. القانون زي ما حضرتك ذكرت لجنة الزراعة وري ناقشته خلال 70 ساعة تقريبا و37 جلسة، والكثير جدا من النقاشات، وتم طرحه في نقاش مجتمعي، وتم مراعاة أو تدارك أو يعني بقدر الإمكان تغطية كل النقاط الخلافية، وأهم حاجة من فلسفياته إن احنا بنحافظ على مصادرنا المائيه وبننميها بقدر الامكان، وكمان المنشات بالاضافه الى حقوق المواطنين، وكمان اشراك المواطنين والمنتفعين في اداره المياه، ودي اهم النقاط اللي احنا بنحاول ان احنا من خلال القانون ده ان احنا نفعلها علشان تحقيق الاستفاده المثلى من كل مورد مائي. وكمان يا فندم نستحدث بعض المواد والاحكام اللي ضمن القانون ده اللي هي بتحجم الاثار السلبيه بظواهر كتير جدا ومتغيرات خاصه بالتغير المناخي وغيره، ودي طرقت على منظومه الموارد المائيه، واعتقد ده كان وقته صراحه. تم اقرار القانون او موافقه عليه من قبل اللجنه الفنيه اللي هي طبعا لجنه الزراعه والري، والمفروض ان هو بصدد ان شاء الله عرضه على اللجنه. طيب انا عايز برضو اسال حضرتك كمواطن عادي، القانون ده اثره ايه عليا؟ يعني في حاجه هتتغير في حياتي اليوميه؟ في سلوك هيتغير في احد المناطق انا بشوفه بيضر بمصلحتي كمواطن وبيهدر بعض او جزء من هذه او من المياه؟ بالتاكيد يا فندم، بالتاكيد كمواطن اكيد هيتاثر بتطبيق القانون ده بالايجاب ان شاء الله، وهذا ما ننشده لما نتكلم مثلا عن الاحكام المتعلقه بالمواد المائيه والاملاك العامه. أيوة. بالتأكيد لما أقدر أحافظ عليها بالتأكيد ده هيعود على المواطن بشكل مباشر. بنتكلم في جزء من الأحكام المتعلقة بحقوق الانتفاع، وده نقطة مهمة جدا أثيرت خلال الفترة اللي فاتت، كان حواليها لغط كتير جدا، الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف مثلا بخصوصية، وإزاي الناس في ناس تتضرر من القيمة الإيجارية اللي بيدفعوها، أو ناس شايفة إنها فيها مبالغة، أو في جهات أو تضارب بين
الجهات للاسف او مؤسسات الدوله في التحصيل، فده بيكون له اثر سلبي يعني على المواطن. برضو سامحني عايز ابسطها اكتر، انا النهارده كمزارع ده هيفرق معايا في قيمه ما ادفعه نظير استهلاكي للمياه، هل هيبقى في شرايح هيتم التعامل معاها؟ الاراضي الصحراويه والزراعات المختلفه هتتعامل معامله جديده؟ هو ده اللي انا برضو عايز اوضحه للمشاهدين، لان حضرتك عارف ان القطاع الزراعي هو بياخد نصيب الاسد من حصتنا من نهر النيل. طب خلينا اوضح بس نقطه الميه، الميه لن المواطن او المزارع لن يتاثر اليه حصوله على الميه، بمعنى تمام. فبالتالي ما فيش حاجه اسمها ابدا ان القانون ده هيفرض التزامات او اعباء ماديه ابدا على المزارع. تمام. نقطه مهمه جدا لازم توضح، وده ما في لا مساس بيه. تمام. لكن النقطه مثلا اللي بنتكلم فيها حقوق الانتفاع، زي اراضي طرح النهر، زي الاراضي اللي بياخدوها بعض اهالينا المزارعين من اراضي زراعيه او اراضي مباني موجوده على المصارف وهم واخدينها بحق انتفاع، فبالتالي القيمه الايجاريه للاسف بيحصل تضارب من بعض المؤسسات الدوله، فبتتحصل منه مره واثنين بسبب تضارب صح، ده حصل وابتدت الناس تشتكي وتقول السعر عالي، وده مهم، وده مهم. فبالتالي لما يكون هناك جهه واحده او مسؤوله على التحصيل، فبالتالي ما يحصلش اللغط ده. زي مثلا بنتكلم حاجه هتعود على المزارع بشكل مباشر، اللي هو تتعلق بروابط مستخدمي الميه وتطوير وتحسين ادائهم او نظم الري، وبالتالي المواطن او المزارع يكون شريك معايا في اداره الميه وله شخصيه اعتباريه مقننه، فيقدر ان هو يكون موجود معايا شريك، وله حق ان هو الروابط دي لها بعض الصلاحيات وبعض الامكانيات اللي هو خاصه باداره الميه، يقدروا انهم يعني اسمح لي اضرب مثال كان ذكر مثلا في هولندا، روابط مستخدمي الميه وصلت لمرحله انها لها بنك خاص بيها. ليه؟ فبالتالي ده طبعا مرحله متقدمه، بس بنتكلم ازاي، بتكلم نوع من انواع الصلاحيات اللي بيقدروا انها توفر لهم. فاهم قصدي؟ بنتكلم كمان عن الاراضي الجديده زي ما حضرتك ذكرت، اللي هو التاكيد ان احنا بنحافظ على الميه من التبديد، انه استخدام طرق ري حديثه، وده مهم جدا. القانون ده هيدي لهم شخصيه اعتباريه، يقدروا من خلال الشراكات او البروتوكولات بين وزاره الري ومؤسسات الدوله والبنوك علشان يوفروا لهم مثلا قروض خاصه بتجهيز الشبكات او استخدام طرق ري الحديثه. يعني القانون في المجمل يكون كمان طيب نقطة أخيرة، أنا عارف أطلت على حضرتك بس ده ملف مهم جدا. إحنا عندنا ظواهر ابتدت تكتر وتنتشر بعد الثورة في المحافظات المختلفة، اللي هي التعدي على المسطحات المياه بكافة أشكالها، إذا كانت ترع أو مصارف، وممكن في بعض الأماكن تلاقي واحد أنشأ محطة لغسيل السيارات، والمحليات بتشتغل في حدود امكانياتها ان هي بتقوم بالازالات في بعض الاماكن، لكن برضو العقوبه ما هياش كافيه علشان ان انا امنع سلوك زي هذا، التعدي على مجرى مائي واستخدام المياه في اغراض يعني مؤسفه. ده القانون تطرق له الجديد؟ بالتاكيد عند حضرتك مثلا الباب التاسع بتكلم بالاحكام العامه الختاميه، التاكيد على اهميه مثلا الاجهزه المحليه والمحافظ وغيره اللي هم يكونوا مختصين بمواجهه التعديات على مثلا زي ما حضرتك ذكرت مخرجات السيول او بعض المجاري المائيه ودوام الصيانه. يعني مثلا عند حضرتك اضرب مثال باللي حصل في 2016 باللي حصل من سيول في 2016 وادى احتراق غارب وادى الى خسائر كبيره جدا في المنشات الخاصه والعامه نتيجه ان مخار السيل ده ما تمش او ما تعرضش للسيول لمده 50 سنه، فالناس عدت عليه بالبنيان، وعلى الرغم ان هو قد يكون حاجه بنسميها فلاش فلاد، يعني السيول بيجي مره واحده كل فتره، فربما يكون الاثر الضخم اللي احنا شفناه ده. لا، بندي احنا اختصاصات للاجهزه المحليه علشان تقدر انها تواجه ده، ويكون معاهم كمان حاجه اسمها الضبطيه القضائيه. أيوه. الاحكام الخاصه بالضبطيه القضائيه عشان تجريم ده بشكل او باخر، علشان حمايه الارواح والممتلكات. زي ما حضرتك ذكرت كمان جزئيه خاصه بالناس اللي بتتعدى بالتلوث او بتوصل من مياه صرف صحي او صرف مثلا منشات موجوده، ده كمان مجرم بشكل كبير جدا، لانه بياثر على الصحه العامه وبياثر على المجاري المائيه ونوعيه الميه. يعني ده كله مذكور في القانون،
ده كله مراعاه بشكل كبير جدا، وتم مضاعفه او تعظيم العقوبات عشان تكون نوع من انواع اخيرا انا قلت اخيرا دي كذا مره، بس الحديث مع حضرتك شيق جدا. تحت امرك. امتى هيبقى معانا البنود دي في ايدينا علشان نبتدي نوريها للمواطن خصوصا في الريف عشان ينتبه ويبتعد عن المخالفه عشان نحميه من الوقوع تحت طائله القانون؟ فعايزين برضو نتواصل مع حضرتك بحيث ان احنا نبتدي، حتى لو تنورني على الهواء تبقى موجود معايا، نقول عقوبة التعدي على البناء على مصرف او على ترعة دي عقوبتها ايه والتعامل فيها تكون ازاي؟ اسمح لي بس يا فندم، ده ان شاء الله بس القانون حاليا اوضح الخطوات اللي تمت فيه، ان هو تم اقراره من اللجنة الفنية المختصة اللي هي لجنة زعوة وري واللجنة التشريعية، ثم بعد كده هيطرح امام الجلسة العامة طبقا للاجندة التشريعية امامها باقراره وتصديق عليه ونقاشه، ثم بعد كده يصدر، ثم بعد كده اللائحة التنفيذية، وان شاء الله ده زي ما حضرتك ذكرت يكون متاح ونعرضه في الاعلام لكافة المواطنين عشان زي ما حضرتك ذكرت تجنب اي عقوبات او مخالفات او تمام. ان هو كمان انا شرفت فعلا بالحديث مع حضرتك، بالتوفيق وان شاء الله نتابع علشان نفيد بلدنا. بشكر حضرتك مهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزاره الري والموارد المائيه. احنا عندنا ثروه وعندنا خير ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى، لازم نحافظ عليها. هنطلع فاصل نستكمل بعده الزراعيه مباشره.